حضرتك بتقولي انه في 87 جثمان وصلوا الى مصر، وبالفعل كان في جنازات ليهم في احدى القرى. هل في اجراءات لدعم ذويهم مثلا خدتها وزارة الهجرة؟ طبعا من اول دقيقه حضرتك كان في اجتماع مجلس الوزراء اللي هو كان عقد يوم الخميس، وتم برئاسه دوله رئيس الوزراء اتخاذ القرارات الخاصه بدعم الاهالي، سواء الاهالي اللي اولادهم مفقودين او اولادهم يعني ربنا ما يوري حد رجعوا كجثث الى الاراضي المصريه، او الضحايا من اللي هم مصابين. ففي اوريدي نوع من انواع يعني مش هاجي اسميها تعويضات، بس في نوع من انواع الدعم اللي من الحكومه المصريه بيصل الى ان احدى المتوفين هيصلها في حدود 100,000 جنيه مصري، العائلات اللي فيها احدى المصابين هتصل الدعم ليهم في حدود 25,000 جنيه مصري، والسيد وزير التربيه والتعليم اتخذ قرارا بدعم كامل من دوله رئيس الوزراء بان الاهالي اللي عندهم ابناء وفي العائلات يعني الوالد او العائل مصاب او متوفي او ما الى ذلك، هذا العام الدراسي الحكومه المصريه ستتولى التكاليف الخاصه بدراسه الابناء بشكل كامل لهؤلاء المواطنين المصريين ممن فقدوا ذويهم او ممن يعني ان ذويهم اوريدي تم اصابتهم في هذه الكارثه الانسانيه.